مساء الخير على حضرتك سيادة الوزير، مساء الخير أستاذ عمرو، مساء الخير على حضراتكم جميعا. رانيا ناصر مراسلة قناة دي ام سي، كيف رصدتم التنوع الثقافي في فعاليات مهرجان العلمين في النسخة الثانية؟ شوفي اقول لك على حاجه. احنا عندنا الثقافه عباره عن كذا مرادف الحقيقه وكذا وسيط، هي كلها تجتمع في الاخر عشان تعمل شكل تثقيفي واحد او شكل يقول عليه ايديولوجيه مصريه. فالشكل الثقافي في العلمين كان متنوع جدا الحقيقه. عندنا فنون شعبيه، عندنا مسرح، عندنا فنون تشكيليه، عندنا مكتبات عامه، عندنا كمان حرف تراثيه. كل ده الحقيقه بيدي شكل تكاملي جدا، انتجريتد خالص كله مع بعضه، ان هو بيطلع لنا افراز في الاخر شكل ثقافي وفني كله على بعض. طيب لو احنا قلت لك ان الثقافه ديت او الجزء ديت الرافد دوت يبقى منعزل ولكنه ليس بانعزاليه خالص، دور وزاره الثقافه انها بتنمي هذه الروافد وانها بتعمل اتصالات بينيه ما بينها وبين الروافد الاخرى عشان تطلع في الاخر شكل فني متميز جدا. وطبعا درجه التميز ديت نحسبها بمنتهى البساطه على قد ايه رضا المتلقي كمان عنها او قد ايه التاثير ده على المتلقي اللي بيساهم في ده. فاحنا سعداء جدا، مش مجرد بس الخدمات اللي بتقدمها وزارة الثقافة جواها كمنتجات فنية مختلفة أو متنوعة، ولكنها طبعا أكيد تأثيرها كمان على المتلقي ده الحقيقة بيدينا درجة تشجيع كبيرة جدا، لأن احنا كمان بنقيس التأثير ده الحقيقة، بنقيس قد إيه الاستيعاب للمتلقي ده بيسعدنا جدا إن احنا عندنا القدرة ديت ولسه عندنا القدرة على التأثير على المواطن بإذن الله.